الا كنتي كتحلوني على الياس باش يطلع كراد في الخدمه غير نساي. الياس ماشي دري صغير. حياه اختي فين بغا توصلي؟ مالنا على هادشي كامل؟ واش وصلنا لهاد الهضره؟ واش جبتي الياس في الموضوع؟ اش هادشي كديري؟ فين بغا توصلي كاع؟ فين بغا تطيري وتوصلي؟ انت عارفاني مزيان شنو كنسوى وعارفاني ماشي من داك النوع نهائيا. وكون كنت بغيت تكون راني ما عرفت فين وصلت. انا مازال الدليل انني مازال خدامه بحالي بحال البنات، ماشي كبرانه عليهم. كبرانه بزاف عليك، واخر مره بقى تهضري معايا بهذه الطريقه، احترمي راسك. علاش مالي اختي؟ انا ما كنحترمكش. ياك عطيك افتقارك، ما كنجيش كاع جهتك، انت اللي ما عرفت مالك معايا، واش عندك شي مشكل شخصي معايا ولا شنو؟ هاي 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 كبر لك الشان ولا تتغوتي عليا. شهدوا عليها شهدوا عليها. وحيدي هاد التليفون ما يكون نهضر معاك، يلا خدمتك. واش انت مريضه ولا مالك؟ بحالي التليفون تيشريه ليا. والله العظيم الا جيتيني في الخدمه والله تنقسمك على جوج. علاش قسمي؟ غوتي زيدي غوتي زيدي، هما كلهم شاهدين عليك. حياتنا علاش الشيطان عافاك؟ خليني شوفوا فين بغات توصل الخدمه. زيدي قربي عليا. بلاتي انت اللي هزيتي هذا التليفون ونحتيه. دخلي سقوا راسك انت. ها يلا كل وحده دا في خدمتها. دابا هذه شنو خصها هاد؟ والله انت عندك السهران قسما بالله. انت عندك فين؟ علاش الشيطان حياتك؟ حياتك حكاره بعدو مني. صافي تلقوا مني هاد الناس، خلوني عافاكم ترونكين، خلوني ترونكين عافاكم وصافي. دابا يخلوني زين. هادشي اللي وقع في لوزين بقى سي الياس، انا ما درت والو، راه هي اللي وقفت الخدمه وكتحرش البنات باش ما يكملوش خدمتهم. وراك شتي كلشي على عينيك، كلهم وقفوا سمعوا ليها. ونزيدك السي الياس قضى النهار كامل شاد التليفون وخدمتها هي الاخرى. انا راه ما دويت حتى عيقات وزادت فيه. لا ساك السي الياس، هادشي ما كاينش، كتكذب. انا ما كندخل في حتى شي واحد وما عمرني ما حرشت شي واحد. انا كنخدم من قلبي ومن نيتي وكنزيد السويع من الفوق حيت كل واحد وظروفه. خور لك سي دوير طون بير ويشافيه، كلام كله صحيح. هو راه ماشي بوحدك اللي عندك الظروف، كاع عندنا ظروف. فريده سا سوفي، حيت ماشي دير هادشي وما عندكش الحق على البورطابل. ولا كان شي مشكل كاسك تجي تشوفي معايا انايا. سي الياس انت راك عارفني، انا هادشي كله كنديرو لمصلحه لوزين. سير شوفي خدمتك واخر مره ديرش رعيتك. انا تنقولها لك وقين عليك حياه قاده بشغلها.